السلام عليكم. بينما تعيش البلد انقلابا على العملية السياسية منذ حوالي 4 سنوات وحربا يشنها الانقلابيون على كل البلد، تظهر على الناس بين الحين والآخر بيانات للأحزاب السياسية جماعية أو فردية تؤكد على قضايا وتطالب بأشياء وأخيرا تترحم على أرواح الشهداء. تعتبر الأحزاب أحد أبرز تجليات الوعي المدني والتأطير السياسي، ويعهد عليها قيادة الجماهير نحو بناء أوطانهم والدفاع عن مكتسباتها، لكنها في اليمن وبحسب كثيرين تعيش خارج دائرة الفعل السياسي المؤثر الذي يقود البلد نحو الخلاص من أتون الحرب والانقلاب والوصاية. وفي جديد الأحزاب أصدر الحزب الناصري بيانا طالب فيه الشرعية بالعودة الفورية والدائمة إلى عدن وتأمينها أمنيا وعسكريا. كما قال البيان إن إطالة أمد الحرب حولها إلى تصفية حسابات وفرض إرادات بين الأطراف. الأحزاب تحمل قيادة الشرعية المسؤولية، والشرعية تشكو الأحزاب، وطول الأمد حول المعركة بالفعل إلى صراع المحاصصات والمكاسب الصغيرة. وسط رياح تعصف بالبلد وتهدد وجوده الفعلي، أين تقف الأحزاب السياسية؟ ما هو حجم مشاركتها في استعادة الدولة والمساهمة في إنقاذ البلد؟ هل كبرت بحجم التحديات أم لا زالت تحتفظ بمناكفاتها الصغيرة؟ أعزائنا المشاهدين، المساء اليمني يناقش اليوم دور الأحزاب السياسية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن على ضوء بيان الحزب الناصري، وماذا يجب عليهم فعله لتفعيل أدائها وأدواتها في ممارسة نشاطها السياسي والنضالي. نناقش هذه الأفكار مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي أستاذ نبيل البكيري. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بك بضيفنا الكريم، وخاتم مبارك على الجميع. على الجميع بإذن الله. إذا مشاهدينا الكرام، نبدأ نقاش بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. أخيرا ارتفع الصوت السياسي للأحزاب السياسية، وغالبا ما يرتفع صوت الأحزاب في الوقت بدل الضائع، عندما يضيع الجمل بما حمل كما تقول أمثال العرب. فعندما ضاعت السياسة منذ الانقلاب والاجتياح والحرب، عادت كظاهرة صوتية من جديد. بيان جديد للحزب الناصري يلقي ورقة في طاولة الشرعية حمل العديد من المضامين، من بينها الحديث عن الشراكة كلافتة للمحاصصة، وأزاح الستار عن أزمة الثقة داخل مكونات الشرعية. بحسب متابعين، فإن الأحزاب السياسية البعيدة عن الواقع والجماهير جعلت تعز جزءا من صراعها، واستخدمت المواطنين وقودا لصراعها وتهافتها على الوظيفة العامة وفتات سلطة مبعثرة تتعثر كلما تعثر حضور الدولة. لا يبدو المشهد الحزبي في اليمن على ما يرام منذ الانقلاب على العملية السياسية بالعملية المسلحة التي ضربت العمل الحزبي وحولته من عمل حزبي عاجز وفاشل إلى عمل حزبي مشلول وخارج الفاعلية السياسية. بيان الحزب دعا أيضا إلى تشكيل حكومة مصغرة والالتزام بالشراكة والتوافق، وقال إن إطالة أمد الحرب حولها إلى تصفية حسابات بين أطراف الصراع وفرض إرادات، وهو ما يعده متابعون بداية لارتفاع الصوت الخافت للأحزاب السياسية. أشار البيان بشكل بالغ الوضوح إلى ضرورة تسليم سلاح ميليشيا الانقلاب والانسحاب من المدن كأساس للحل السياسي على أساس المرجعيات الثلاث، قائلا إن أي حل سلمي لا يرتكز على أساس تسليم السلاح والانسحاب من المدن والمؤسسات المستولى عليها لن يكون سوى هدنة مؤقتة واستعداد لجولات جديدة من الحرب أعنف وأشد. فهل يفتح بيان الحزب الناصري نافذة لتصحيح اختلالات الرافعة السياسية للشرعية؟ أم أن البيان يندرج ضمن الأصوات الموسمية التي ترتفع في الاجتماعات الدورية للهيئات الحزبية لتسجل موقفا صوتيا أو بيانا مكتوبا؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أجدد الترحيب بك أستاذ نبيل. دعنا نبدأ من بيان الناصري، كيف وجدت هذا البيان؟ ما هي أبرز نقاط التي رصدتها بخصوصه؟ لا شك أن البيان كان جيد وفيه كثير من المشتركات الوطنية التي يتفق حولها الكثير من الأطراف والفرقاء السياسيين في المشهد اليمني، في كثير من الإيجابيات التي طالما يتم الحديث عليها في كثير من المحطات والمراحل منذ بداية الأزمة حتى الآن. مسألة العلاقة مع الشرعية، مسألة العلاقة مع التحالف العربي، إعادة بناء الحكومة الشرعية وإعادة ترتيب صفوف الشرعية، إعادة تشكيلها من جديد هذه السلطة،
بحيث تتحول إلى حكومة حرب بكل ما تحمل كلمة معنى أو إدارة أزمة. كثير من القضايا التي تحدث عنها، مسألة الميليشيات خارج مؤسسات الدولة ومتمثلون خطر كبير على الأمن، على وحدة البلاد وعلى سيادة الدولة، وعلى أيضا مسألة القوى الحاكمة اليوم، القوى المسلحة والميليشيات الحاكمة في عدن وفي غيرها. كل هذه البيانات وكل هذه النقاط التي رأيناها في بيان التنظيم نقاط جيدة ويبنى عليها في أشياء كثيرة، لكن حقيقة الأمر أيضا أنه يعني الملاحظ مثلا متابع لمسيرة هذه الأحزاب، كل الأحزاب اليمنية دون استثناء، لكن هناك درجة من السوء ودرجة أقل أخف لدى البعض. يعني التنظيم الناصري أنا باعتقادي أنه كان في قضايا مهمة يجب أن يتطرق عليها في مسألة البيان، وفي أولويات هذه القضايا أنا باعتقادي كان يتم الحديث مثلا عن عن قيادات تورطت مع السلطات الانقلابية في صنعاء ولازالت مقيمة في صنعاء ولازالت أيضا تمارس نشاطها السياسي تحت مظلات السلطات الانقلابية. تقصد أن يحدد موقفه، أن يحدد موقف التنظيم من هذه القيادات، حميد عاصم، على مسعد الرداعي، على غيرهم من القيادات التي مطبعة مع سلطة الانقلاب في صنعاء وتمارس نشاطها من هناك، نشاطها الحزبي والسياسي من تحت سلطة الانقلاب في صنعاء. هذا أنا باعتقادي من أهم القضايا التي كان يجب أن يتطرق لها البيان، وخاصة أنه دائما كان الناشطين الناصريين يتحدثون على أنه ليس هناك اجتماع للجنة المركزية. ها هي اللجنة المركزية اجتمعت ولم تصدر أي بيان، هل بمعنى هذا أنه في نوع من التواطؤ أو نوع من لعب وتمثيل أدوار بين شقي الناصري، قسم مع الشرعية وقسم مع الانقلاب؟ هذا ينبغي أن نسمع بخصوصه من الإخوة في التنظيم. الجانب الآخر أيضا هو الأهم أنا باعتقادي، مسألة التحالفات مع الجماعات الإرهابية المتطرفة الحاصل في تعز تحديدا. أنا باعتقادي أن التنظيم يمثل غطاء سياسي لجماعات تخريبية واضحة في تعز، ورأينا موقفا سلبيا تجاه هذه الجماعات، وأيضا كيف يسمح لهذه الجماعات أن تكون جزء من المشهد الجيش الوطني وهي جماعات تحتفظ بمسميات خارج إطار المؤسسة الرسمية كجماعة أو كتائب أبو العباس. أنا باعتقادي مثل هذه المعطيات التي يجب أن تناقش بجدية، لأنه التنظيم وقف بقوة أمام أي حراك للمؤسسة الأمنية والعسكرية في تعز للقضاء على هذه المجامع الإرهابية، ويستميت في الدفاع عنها كجزء من الجيش الوطني وكجزء من اللواء 35 مدرعة. أنا باعتقادي في كثير من القضايا التي يجب أن يقف أمامها التنظيم. الجانب الآخر وهو الأهم حديث الشراكة الوطنية والتوافق الوطني، كل هذه يعني كل هذه الكليشة والبروبوغندا وهذه المصطلحات التي وردت في التنظيم أو وردت في البيان هي في سبيل صدد شرعنة مسألة المحصصة السياسية. أنت حينما تتحدث عن إعادة تشكيل الحكومة يجب أن تشكل الحكومة وفقا للحظة السياسية التي هي الآن اللحظة العسكرية والقتال والحرب والانقلاب، حكومة حرب لا ينبغي أن يكون فيها محصصة سياسية، لكن البيان يغطي مسألة المحصصة السياسية تحت حديث عن الشراكة وما إلى ذلك. يعني هناك بندان أو نقطتان متضاربتان، الحديث عن حكومة مصغرة وحكومة يمكن الحديث عنها وطنية حكومة أيضاً. حرب وشراكة وطنية في هذا الوقت من يعني من الفترة التي تعيشها اليمن. لا تستقيم. هل هذه نقطة تضارب؟ لا شك أنه لا يستقيم الحديث عن شراكة وطنية وعن إعادة تشكيل حكومة وطنية في إطار محصصة حزبية، لكن التنظيم لم يذكر في البيان أنه بصدد محصصة حزبية، يتحدث عن توافق عن شراكة، يعني لا معنى لهذا التوافق وهذا الشراكة إلا أنك تكون جزء من هذا الشراء، يعني جزء من هذه الحكومة، أنت تطالب بحصتك، ولكن لا تملك الجرأة الكافية أمام كوادرك وأمام الناس اللي تقول إنه أنا أريد نصيبي، وخاصة إنه يعني مثل هذا الحديث أنا باعتقادي لا ينبغي أن يكون حديث حزبي. ويجب أن يلتزم الطرف الذي يعلي من هذا الموضوع ويحمل هذا الموضوع أن يكون ملتزم بإرادته وملتزم بما يدعو الناس الآخرين إليه. طيب بشكل عام، ألا يعني عند الحديث عن الشراكة، هل هذه الشراكة هذا الأمر غير موجود بالنسبة لصناعة القرار بالنسبة للشرعية اليمنية في هذا الوقت؟ ونحن نتحدث على مستوى الرئيس ومستشاري وكذلك على مستوى الحكومة الشرعية بحد ذاتها. مسألة الشراكة أنا باعتقادي مسألة الشراكة هي تتعلق بالإطار السياسي للسلطة الشرعية، وهي ممثلة برئاسة الجمهورية وهيئة المستشارين. هيئة المستشارين هي عبارة عن هيئة تنتمي لكل الأحزاب، الحزب الناصري، الاشتراكي، الإصلاح، المؤتمر، كل الأحزاب السياسية موجودة في إطار الهيئة الاستشارية.
وهذا جزء من صناعة وتمثيل وتأطير صناعة القرار السياسي اللي يعتبر تعبير عن شراكة. الحديث عن شراكة في المناصب أنا باعتقادي لا يستقيم مع هذا الوضع المكركب، يعني حكومة موجودة في المنفى مش قادرة تعود إلى العاصمة المؤقتة، مش قادرة تأمن العاصمة المؤقتة وتعود إليها، وأنت يعني مأسورة الآن بالحديث عن مسألة شراكة. كيف شراكة؟ يعني هل تريد أن تتقاسم هذه الوزارات يعني كمحاصصة حزبية؟ يعني أنا باعتقادي أنه في تناقض في صلب البيان فيما يتعلق بهذه النقطة. طيب دعني أطرح هذه النقاط جميعا على ضيفي الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، أمين سر فرع تنظيم الناصري بتعز السيد عادل العقيبي. أهلا بك سيد عادل. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذا أستاذ عادل، كان هناك بيان الحزب الناصري، يتحدث أستاذ نبيل هنا حول الكثير من النقاط الإيجابية فيه، لكن أيضا هناك بعض النقاط الغامضة فيما يتعلق بالحديث عن الشراكة، وهناك أساسا نوع من تمثيل لجميع الأحزاب في هيئة مستشارين بالنسبة لرئيس الجمهورية، وكذلك تواجد بحد أو بشكل أو بآخر متنوع لممثلين في الحكومة أيضا بالنسبة للأحزاب. بالنسبة لنقطة الشراكة، إلى أي مدى ترون أنها مسألة مهمة في هذه اللحظة، خاصة وأنكم طلبتم أيضا في البيان بحكومة مصغرة يفهم منها أنها حكومة إدارة حرب؟ أولا المرحلة القائمة هي مرحلة توافق سياسي قامت على هذا المبدا وشراكة وطنية، وعلى هذا الأساس طالب التنظيم بتصحيح أوضاع السلطة وقرار سياسي من خلال إعادة النظر في أداء السياسي والإداري وتمثل الشراكة الوطنية والتوافق السياسي من خلال كل الهيئات السياسية بالسلطة. يعني هل يفهم من خلال حديثك أن يعني بيان الحزب الناصري يهدف بشكل أو بآخر إلى إيجاد حصة أكبر بالنسبة للحزب في مؤسسات الدولة كموظفين أو ما شابه؟ لا، ليس هذا الآن القرار السياسي. الشراكة في مفهومنا ليست المحافظة، ولكن الشراكة في اتخاذ القرار ورسم السياسة. الشراكة الوطنية والتوافق السياسي لا يعني بحال من الأحوال في مفهومنا بأنه يعني المحافظة في المواقع والإدارية والسياسية بقدر ما هو التوافق والشراكة. تعني لدينا الشراكة في صنع القرار ورسم السياسات. وكيف هي يعني ما هو منظور الحزب الناصري للإمكانية التي يمكن أن يتحقق بها ذلك في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد، في ظل وجود حكومة في خارج الأراضي اليمنية، إلى آخره من النقاط التي تعيشها البلد؟ لذلك تعرض البيان إلى موقف التنظيم ودعوته للحكومة والأحزاب السياسية إلى العودة إلى عدد الممارسة دورهم. الوضع القائم يجعل الحكومة بأنها حكومة ممتة، بينما الصراع على أرض الواقع يقول بأنه يجب أن تدير هذه المعركة من داخل الأراضي اليمنية. هذه نقطة. النقطة الثانية، البيان طالب بتشكيل حكومة مصغرة، حكومة تدير المرحلة الحالية. نحن لسنا بحاجة إلى حكومة تشكل من 40 وزير، وهو أمر ربما تفرق له البرنامج السياسي للتحالف السياسي الذي لم يوقع على أدبياته حتى الآن. هل من معلومات حول سبب عدم الإعلان عنه حتى الآن بالنسبة لديكم أستاذ عادل؟ يعني في تأخير، في تباطؤ، في محاولة لإضاعة كثير من الوقت عن إعلانه، وهو أمر لم يعد في صالح الوطن وما يعاني من مشكلات. طيب فيما يتعلق بهذه النقاط، دعني أنقل التساؤل للأستاذ نبيل. يتحدث حول موضوع مسألة أنه لا يعني الحديث عن الشراكة الوطنية في صنع القرار البحث عن محاصصة. كيف وجدت هذه النقطة بعد تعقيب الأستاذ عادل؟ الأستاذ عادل لم يوضح ما يقصد بالشراكة الوطنية. الشراكة الوطنية اليوم أنا باعتقادي كل السلطة الشرعية وكل الأحزاب السياسية المؤيدة للداعمة الشرعية والواقفة ضد سقوط الانقلاب
تمثل مصنع قرار في 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 كثير من القضايا، وخاصة يعني هل معناته انه يعني مثلا كان الاستاذ عبد الملك المخلافي وزير خارجية نائب رئيس الوزراء يمثل الناصري في الحكومة، واليوم بإزاحته وصعاد خالد اليماني بداله يعني انفرط عقد الشراكة الوطنية بمفهوم الإخوة في التنظيم الناصري؟ هذا السؤال يجب ان ان ان, أن, أن ياخذ مجرى إجابة واضحة من قبل الإخوة. يعني الشراكة الوطنية انتم موجودون مداعمون للشرعية، طبعا ايضا انا حتى لا اظلم البيان تحدث بدرجة رئيسية حول مسألة الإسراع في اعلان التحالف السياسي الداعم للشرعية. هذه النقطة يعني هي نقطة بحاجة إلى توضيح. يعني مثلا كثير من الجدل يدور حول تحالف سياسي، تحالف سياسي لنا عامين ونحن نسمع عن إنشاء تحالف سياسي للقوى الداعمة للشرعية، لكن لم يرى النور حتى الآن. كان بيان الإخوة في التنظيم الناصري كان واضحا في تحديد هذه النقطة. يعني هل هذا البيان أو بمعنى آخر هل هذا التحالف السياسي سيعبر عن الشراكة السياسية التي يتحدث عنها الإخوة في بياناتهم، أم أن الموضوع مختلف تماما وهو لا يعني سواء الناس لا تفهم الشراكة الوطنية سواء الوقوف الموحد للموقف السياسي تجاه الانقلاب وتجاه الكثير من التغيرات والملفات الداخلية والإقليمية والدولية في هذه المرحلة بالذات، وخاصة في الملف والإشكال الداخلي. لكن إن كان في هناك مفهوم آخر للشراكة الوطنية عند الإخوة الناصريين والله يستعدوا يطرحوا على الهواء وليسمعها الناس ويتحدثوا عنها. لا يوجد لي مفهوم آخر للشراكة سوى أن تكون حاضر وأن يكون لك موقف واضح سياسي في كثير من القضايا يتفق أو يقترب أو يختلف مع السلطات الشرعية، بالأخير هذا الموقف يعبر عنك. طيب قبل أن أعود إلى الأستاذ عادل، ربما هناك يعني حديث حول نقاط أخرى من مسألة مطالبة الحكومة بالعودة فورا إلى عدن وإلغاء التشكيلات المسلحة فيها، هل إلى أي مدى هذه نقطة إيجابية في سياق تعزيز الوجود بالنسبة للحكومة الشرعية بداخل الأراضي المحررة، ويعني عكس أن هناك من يحث الحكومة على ذلك بأسرع وقت ممكن؟ هذا البيان هذا نقطة إيجابية جدا وتمثل ليس فقط وجهة نظر الناصريين، هي تمثل كل القوى الوطنية، تمثل كل حتى من ليس لديهم أحزاب ولا ينتمون لأحزاب، تمثل كل الشعب اليمني، لأنها نقطة جوهرية اليوم. واحدة من أهم الإشكاليات التي تقف أمام السعادة الشرعية وإسقاط الانقلاب هو وجود الحكومة في الخارج، وجود الحكومة في المنفى، تشكيل حكومة، تشكيل ميليشيات، مؤسسات خارج مؤسسات الدولة. أنا باعتقادي هذا الموقف من الأخوة في التنظيم موقف جيد ورائع وليس منة منهم، هو موقف وطني يسجل لهم ويسجل لغيرهم، وبالتالي هو يعبر عن أهم نقطتين ركيزيتين في مسألة فشل الشرعية وفشل إسقاط الانقلاب في هذه المرحلة: عودة الحكومة إلى الداخل ويعني إزالة كل المؤسسات أو كل الكيانات التي لا تعمل تحت سيادة السلطة الشرعية. طيب دعني أعود للأستاذ عادل. أستاذ عادل، بالحديث عن نقطة أن هناك كان من ينتظر من بيانات الحزب الناصري تحديد نوع من المواقف حول قيادات ناصرية قد تكون غير مؤيدة للشرعية وتطرح مواقف مضادة لها، لماذا لم يحدد البيان موقفا واضحا، خصوصا أن هناك اجتماعات كانت على فترة 4 أيام تقريبا قبل صدور البيان؟ هذا البيان صادر عن الأمانة العامة للتنظيم وهي أعلى سلطة بين دورتي اللجنة المركزية وهي الفعلة التنفيذية للتنظيم. ما المقصود بعناصر لها مواقف؟ أعتقد أنه صدر قرار من التنظيم بتجميد عضوية أحد أعضاء الأمانة العامة الذين كان لهم موقف غير مؤيد للشرعية. غير ذلك يصبح الكلام يعني عبارة عن محاولات للمناكسة وليس في خدمة القضية الوطنية. طيب أستاذ عادل، هناك كثير من طرح على أن البيان خرج بصيغة جيدة إلى حد كبير، لكن الأفعال على الأرض ربما تكون نوعا ما غير يعني لا تمشي بشكل متوازي مع هذا البيان ومؤكدة له. هناك من ينتقد أفعال الحزب الناصري على الأرض، إلى أي مدى تجد أن هذه النقطة مصيبة في نقد الحزب؟ ما هي الأفعال التي ناقضنا بها أو نناقض بها توجهات التنظيم المعلنة؟ يجب أن نكون واضحين.
في تحديد هذه الامور لان استطاع الرد، اما الحديث بشكل عام دون تحديد ما هي المواقف التي يقطعها التنظيم على الارض مخالفه لتوجهاته وما يعلنه، فهذا امر يعني على صاحبه ان يحدد اولا لكي نستطيع ان نتحدث. طيب عند الحديث مثلا استاذ عادل حول موقف الحزب الناصري من قيادات قد تكون مصنفه بانها قيادات او عناصر ارهابيه على اقل على قوائم التحالف العربي في تعز مثلا، نتحدث عن جماعه ابو العباس، ما هو موقف الحزب الناصري من هكذا كيانات مثلا؟ والله موقفنا من هذا انها كيانات شاركت في المقاومه، لا احد يستطيع انكار دورها. القرار الامريكي بشان اسماء في تعز، اعتقد بانه كثير من الاسماء قد طالتها هذه القرارات ولا تزال في الشرعيه. كثير من الاسماء سبق حتى هذه الفتره ان طالتها هذه القرارات الامريكيه. في الاول والاخير نحن نتعامل مع واقع، مع جماعه قائمه لها دور، نحن لسنا الذين نعترف بهم فقط. لا علاقه مميزه بيننا وبينهم، هي علاقه مع الجميع، مع كافه اطراف المقاومه. اليوم جماعه ابو العباس تشارك وبقرار رسمي بحمله امنيه داخل تعز، فماذا يعني هذا الكلام؟ لكن بشكل او باخر احتفاء الحزب الناصري ب فصيل في هذه المقاومة كما تتفضل بالقول الآن باعتبار أبو العباس منهم كما تتفضل، لا يعني قد يعني لا ينظر إليه بشكل متساوي عند الحديث عن فصائل مقاومة أخرى بداخل تعز، هناك نوعا من يرصد نوع من الهجوم من قبل أفراد في التنظيم حول هذه الفصائل أيضا، لماذا لا يتم مثلا المطالبة باحترامها بداخل التنظيم مثلا؟ نحن نحترم كل من خرج لمقاومة هذا المشروع الانقلابي السلالي الكهنوتي، ولا موقف لنا إلا من كل الأفعال التي لا تمثل المقاومة. عندما ننتقد تحديات قائمة على الأرض هذا لا يعني أن احنا ننتقد المقاومة وفعل المقاوم، نحن نريد أن نربى بهذه المقاومة عن هذه الأفعال المشينة التي لا تتفق ومبادئ وقيم المقاومة. أشكرك أمين سر فرع تنظيم الناصري بتعز أستاذ عادل العقيبي، كنت معنا عبر الهاتف من هناك على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك أستاذ نبيل، إذا ما تحدثنا بصفة عامة عن الأحزاب السياسية في هذه اللحظة بشكل عام، كيف تقيمه؟ لا نتحدث فقط عن الناصري، نتحدث عن بقية الأحزاب أيضا. لا شك أن الأحزاب اليمنية خلال هذه المرحلة منذ سقوط العاصمة صنعاء وحتى الآن تعيش مرحلة ارتكاسة في العمل السياسي، وتعيش مرحلة تشظي كبير وتناقض واسع جدا وخيبة آمال كل اليمنيين. هذه الأحزاب التي تحولت إلى أحزاب مناطقية صغيرة، كل حزب وكل فرع حزب يمثل وجهة نظر مختلفة ومناقضة للطرف الآخر. يا سيدي، على سبيل المثال حينما نأتي إلى حزب كبير وحزب وطني بتاريخ الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان أهم حوامل الوحدة اليمنية وأهم الأدبيات التي أسست لمداميك الوحدة اليمنية اليوم، منذ نشأة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية حتى 22 مايو 90، كان هذا الحزب هو الصمام أمان هذه الوحدة وحاميها الوحيد. اليوم الحزب الاشتراكي للأسف في الجنوب حزب انفصالي بامتياز، ويشارك في مسميات وكنتونات تعمل على 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 إعادة اليمن إلى ما قبل 22 مايو. على سبيل المثال ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي يكاد يكون أكثر من 60% من أعضاء هذا المجلس الانتقالي ينتمون للحزب الاشتراكي اليمني، بل يتواجدون في قيادة هذا الحزب الاشتراكي أو هذا المجلس الانقلابي. يعني بمعنى آخر إنه الحزب الاشتراكي اليمني، هذا الحزب الذي كنا نعتبره كتلة وطنية ضامنة لمسار العمل السياسي والحزبية في اليمن، تحول اليوم إلى نكتة كبيرة في الجنوب انفصالي وفي تعز وحدوي وفي صنعاء انقلابي. يعني كل هذه التناقضات تراها وتجدها في إطار الحزب الاشتراكي اليمني. يعني مثل هذا التناقض في الأدوار أيضا مثل ما هو موجود أيضا في الناصري، جزء في صنعاء يشتغلون في إطار سلطات الانقلاب ومطبعين مع السلطة الانقلابية، وجزء خارج صنعاء وفي المنفى وفي المناطق اليمنية الأخرى يشتغلون مع
الشرعية أيضا. يعني هذه التناقضات التي موجودة في صلب وبنية هذه الأحزاب هذه تمثل خلل كبير في منظومة العمل السياسي والعمل الحزبي. طيب سأسألك لكن بعد الفاصل حول وأرجو يعني أريد منك إجابة بعد الفاصل حول هل فقط يقتصر الأمر على هذين الحزبين أم المسألة يعني تتجاوز الأمر لبقية الأحزاب؟ أسمع منك الإجابة بعد الفاصل. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أجدد ترحيب بك أيضا أستاذ نبيل. كنا نتحدث عن أداء الأحزاب السياسية بالعموم. النموذج التي يعني تقول عنه فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي والحزب الناصري هل يقتصر عليهما أم أيضا يعني المؤتمر الشعبي العام الآن أيضا بذات الكيفية كما يبدو هناك من يؤيد الشرعية هناك ما زال في تحالف ولو شكلي ربما كما يقيم كثيرين مع الانقلابيين وهناك من يبحث أيضا عن فرص أخرى الإصلاح ربما إلى حد ما ليست هناك قيادات لا تعلن يعني نوع من الولاء للشرعية لكن هناك حزب الإصلاح متواجد في صنعاء كوادر إصلاحية متواجدة في صنعاء أيضا. باعتقادي حزب الإصلاح كحزب كبير وعابر المذاهب وعابر المناطقية وقدم الكثير من التضحيات في هذه المعركة أو في هذه الحرب لكن للأسف أيضا أن هذا الحزب الكبير تلاحظ أن هناك بون شاسع كبير جدا بين القيادات والقواعد تجد أن القواعد تقدم التضحيات وتضحي لكن أيضا القيادات أيضا ليست موجودة وليست بذات الهم أو بمعنى آخر أن هذه التضحيات الكبيرة ليست يعني هذه التضحيات لا أفق لها في المنظور السياسي بالنظر إلى أنه هناك إشكالية في قيادة هذا الحزب تتمثل هذه الإشكالية في عدم قدرة هذه القيادات على خلق مساحات واسعة للفعل السياسي أو مساحة واسعة للمناورة وبالتالي بقت هذه يعني حالة الجمود السياسي والقيادي أنه ليس هناك تجديد في دماء هذا الحزب يعني هذا الحزب العريض بقواعده وكوادره التي تكاد تغطي الطبقة الوسطى في الحالة اليمنية تجد أنه يعني هذه المساحة الواسعة لاحظ في قمة الهرم حالة من الشيخوخة عدم المبادرة السياسية العجز يعني هناك إشكالية كبيرة موجودة في صلب عمل الإصلاح تتمثل بافتقار هذا الحزب لأدوات عمل ديمقراطي داخلي تعمل على انسيابيات القرار السياسي وتعمل على رفع مستوى هذه التضحيات وأيضا طموحات وأمال هذه القواعد العريضة إلى مستوى صناعة القرار وصناعة السياسة في الحزب بالتالي هذا يؤدي إلى غياب الأفق أمام هذا الحزب الذي يقدم التضحيات دون أفق لي ودون أيضا حتى يعني مقابل لمثل هذه التضحيات في كل المستويات وبالتالي في إشكالية في حزب الإصلاح أيضا هذه الإشكالية تتمثل بإشكالية داخلية في صميمها. أما إذا أتيت أنت إلى مسألة المؤتمر الشعبي العام أنا باعتقاد المؤتمر الشعبي العام يعني كمراقب دقيق لتحولات هذا الحزب طوال هذه المرحلة أنا باعتقاد المؤتمر الشعبي العام انتهى تماما لم يعد هناك مؤتمر شعبي العام هناك جماعات مصالح تقاسمها المشهد السياسي جماعة وهي الجماعة الأكبر والأقدر هي اليوم لا زالت مرهونة بفعل أداء علي عبد الله صالح ونهاية الحتمية على يد جماعة الحوثي مما رهن كل نهاية هذا الحزب في يد جماعة الحوثي هناك جماعات مصلحية قليلة خرجت واستطعت أن تنقذ أو أن تنفذ بجلدها وهي جماعة الموجودة في الرياض أو الموجودة في أبو ظبي أو في مصر لكن في حقيقة الأمر أنا باعتقادي هذا الحزب وجد وولد من رحم السلطة ولا يمكن لهذا الحزب بعد ذلك أن يعيش خارج إطار مظلة السلطة بمعنى آخر أنه هذا الحزب مكانه ووجوده هيئة له أن يكون حزب سلطة اليوم انتهت السلطة من يد هذا الحزب وبالتالي انتهى الحزب وانتهى حتى الروح النضالية أو بمعنى آخر أنه ليس هناك عقيدة ولا إيديولوجية ولا روح نضالية ممكن أن تعيد لملمة هذا الشتات الموجود في حزب المؤتمر الشعبي العام. طيب أستاذ نبيل دعنا نشك معنا في الحوار السيد عبد الحكيم شرف الرئيس الدولي للأحزاب اللقاء المشترك الذي انضم إلينا عبر الهاتف من
تعز اهلا بك استاذ عبد الحكيم. اهلا وسهلا بك. حياكم الله استاذ عبد الحكيم. تعز ربما من اكثر المدن التي تشهد نشاطا على المستوى السياسي، على المستوى حتى الحزبي، وان كان هناك ايضا مناكفات بالمقارنه باي مدينه اخرى، كيف تقيم من وجهه نظرك اداء الاحزاب فيها بدايه؟ بدايه مساء الخير لك والضيوف الكرام ولجميع مشاهدي قناه القيس، وخواتم مباركه على الجميع. بالنسبه للاحزاب السياسيه في محافظه تعز، في الفترة السابقة خطت خطوات جيدة، وذلك من خلال تشكيل ما يسمى بكيان اللي هو المجلس الحزبي، يعني مثل كتلة كبيرة من الأحزاب السياسية الذي هو تحالف الأحزاب السياسية. مجلس تحالف الأحزاب السياسية مثل تقريبا 11 حزب. هذا التحالف يبدو لي كان لديه وثيقة، هذه الوثيقة جمعت الكثير من الأشياء الطيبة، الكثير من المواد التي احتواها فيما يصب في مصلحة محافظة تعز. في اعتقادي أنه الأحزاب السياسية في تعز يعني مؤخرا لعبت دورا كبير. طبعا نقصد مؤخرا يعني في بداية الحرب كان هنالك ضعف كبير للأحزاب السياسية، لكن بعد فترة من الحرب تقريبا يعني من بداية 2017 بدأت الأحزاب السياسية في محافظة تعز يعني تلملم صفوفها، وبالتالي يعني تشعر مسؤوليتها في إطار المحافظة، وكان لها أيضا دور كبير ودور إيجابي في المحافظة. اليوم طبعا ربما يكون هنالك بعض وجهات النظر أو بعض التباين في وجهات النظر أو الخلافات في وسط الأحزاب السياسية، لكن هذا لا يعني بأن هنالك فرقة كبيرة أو هناك تفرق كبير ما بين الأحزاب السياسية، عدا في تباين في وجهات النظر. وبنفس الوقت الأحزاب السياسية في محافظة تعز يعني تعمل جاهدة على أن تلملم أوراقها، وعلى أن أيضا يعني تحاول أن تكون شريك أساسي في المحافظة في تحمل مسؤوليتها على مستوى المحافظة بشكل عام. طيب دعني أنقل هذا الكلام إلى الأستاذ نبيل فيما يتعلق بالحالة في تعز. هل الحالة جيدة؟ هل تتأثر معركة تحرير المدينة بالمشهد السياسي ومناكفات الأحزاب برأيك؟ أولا لكي نكون دقيقين، المشهد السياسي في اليمن لم يعد هناك أحزاب سياسية في اليمن سوى في تعز. يعني في صنعاء لا يوجد أحزاب سياسية بالمعنى يعني التي يسمح لها بممارسة أعمالها الوظيفة. كلها قمعت ودقنت كثير من القيادات الحزبية التي طبعت مع المشروع الانقلابي وظلت صامتة أو تمارس حياتها الطبيعية في عدن. الحزبية جرفت تماما وتمت نسف العمل الحزبي في عدن، وتم تجريمها وما إلى ذلك كسلطة أمر واقع للميليشيات ما يسمى بالحزام الأمني وما إلى ذلك. لم يعد هناك أحزاب سوى في مدينة تعز، هي تعز التي تحررت أو التي صمدت وأسقطت الانقلاب في هذه المدينة وظلت تمارس نشاطها السياسي بشكل جيد. هل كان ذلك أمرا إيجابيا أم أمرا سلبيا؟ لا له في إيجابي. إطار ما هو منظور أيضا. طبعا مسألة تعز حاضنة العمل السياسي منذ ثمانينات، منذ أربعينات وثلاثينات القرن الماضي يعني. وبالتالي الحياة الحزبية في تعز هي حياة طبيعية وانعكاس طبيعي لحالة المدينة الثقافية والفكرية، وبالتالي وجود الحالة الحزبية هي وجود إيجابي. لكن الغير إيجابي أيضا أن تتحول القضايا المحلية الصرفة البحتة في نطاق الجغرافية التعزية إلى قضايا للصراع على المستوى الوطني. مثلا على سبيل المثال اليوم يعني الصراع الدائر مثلا والغير المعلن الآن الذي بين الإصلاح مثلا والناصري، أو بين الاشتراكي والناصري والإصلاح، كل هذه الصراعات هي صراعات صغيرة وتافهة بالنظر إلى ما يعول الناس به على هذه الأحزاب. يعني الصراعات مثلا على مدير قسم، على مدير إدارة، على مدير عام في إطار مربع مدينة تعز، يعني تقزمت هذه الأحزاب التي كان ينظر الناس لها على أنها حاملة مشروع وطني لتحرير تعز والانطلاق إلى بقية المحافظات، ظلت تتصارع وتوظف جماعة العنف في إطار هذه الجغرافية البسيطة التي أستطيع أن أقولها جغرافية القحم اليوم حولها. يعني هذه الأحزاب الكبيرة التي كان يفترض أن تنطلق بمشروع وطني وتعم الجغرافية اليمنية شمالا وجنوبا
وتساهم في إحياء العمل السياسي والحزبي، لأنه لا بديل للحياة والتعددية السياسية في اليمن إلا الاقتتال الطائفي والمذهبي. وبالتالي الأحزاب هي الضمانة لوجود المشروع الوطني واستمراره. طيب هذا يدفعني إلى التساؤل، وأنقل هذا التساؤل للأستاذ عبد الحكيم، ما هو العائق أمام تفعيل دور أكبر للأحزاب في هذا الوقت، أمام نوع من الالتفاف بشكل أكبر أيضا حول الشرعية لتحقيق على الأقل كخطوة أولى إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم يتم الحديث على نوع أكثر من الاستفادة لكل حزب بحد ذاته أو بشكل أو بآخر؟ عزيزي، طبعا محافظة تعز تمر في محنة كبيرة. هذه المحنة تتمثل في الحرب وتتمثل أيضا في الحصار على هذه المدينة، الحصار الذي أطبق عليها من ثلاث اتجاهات جعلها طبعا يعني حبيسة. وبالتالي دور الأحزاب السياسية هنا أعتقد أنه بدأت تلعب دور كبير في مسألة يعني إيجاد برنامج سياسي لتحالف القوى السياسية. هذا البرنامج السياسي فيه أهداف وفيه بنود يعني كبيرة طبعا، إذا ما نحن قارناها بمستوى الوضع العام الآن على مستوى محافظة تعز، هذه الأهداف أو هذه البنود التي وضعت لها بعد كبير فيما إذا تم العمل فيها والعمل بها وتنفيذها. الأحزاب السياسية طبعا قد يوجد هنالك بعض المناكبات السياسية، لكن ليس كما طرح الأستاذ نبيل على أساس أنه الخلاف على يعني مسائل بسيطة أو مسائل جزئية على مؤسسات أو بعض المؤسسات. على أي شكل إذن أستاذ عبد الحكيم؟ في اعتقادي أنه المسألة أكبر من كذا يعني، والأحزاب السياسية اليوم لابد أن تحمل مسؤوليتها، لابد أن تقوم بدعم السلطة المحلية ودعم أيضا دور تفعيل العمل المؤسسي في المحافظة، لابد أيضا أن تقوم بمسألة يعني دعم أيضا الجوانب الأمنية. وأنت تعرف الآن في محافظة تعز للاختيارات الأمنية أصبحت منتشرة بشكل كبير، وهذا ما يؤدي إلى إقلاق السكينة داخل المحافظة، سواء كان فيما يخص السلطة المحلية أو فيما يخص قيادات الأحزاب السياسية أو فيما يخص المواطنين العاديين. الكل في الأخير يكتوي بنار هذه الفوضى الأمنية التي أصبحت موجودة داخل تعز. بالتالي علينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا كأحزاب سياسية تجاه هذا الوضع الذي هو حاصل في تعز، وعلينا كأحزاب سياسية أن نتخلى عن المناكفات الصغيرة وعن الخلافات البسيطة، وأن نستشعر أن تعز يعني أن حزبنا الكبير هو تعز. أشكرك أستاذ عبد الحكيم شرف الرئيس الدولي للأحزاب، اللقاء المشترك، كنت معنا بالهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ نبيل، يعني في سياق المعركة التي تجري الآن في البلاد، كيف يمكن نقل يعني المناكفات السياسية إلى مستوى آخر، مستوى يشكل نوع من التنافس لإنهاء الانقلاب بشكل أو بآخر؟ باعتقادي لا أحد يستفيد من هذه الصراعات الحزبية سوى المشروع الانقلابي في صنعاء. أنا باعتقادي لم تستطع المجاميع الانقلابية والمشروع الإمامي على امتداد 50 سنة من أن يسقط صنعاء إلا في لحظة مناكفات سياسية حزبية بين كل الأطراف السياسية والحزبية، حينما اختلف اليمنيون واختلفت الأحزاب السياسية وتصارعت على فتات المشهد الوطني سقطت صنعاء وسقطت الجمهورية اليمنية. وبالتالي اليوم تكرار نفس مشهد سقوط صنعاء في تعز وفي غيرها من المناطق، أنا باعتقادي ليس سوى خدمة مجانية للمشروع واستمرار المشروع الانقلابي. أنا باعتقادي أمام هذه الأحزاب الوطنية الكبيرة والتي نعول عليها كثيرا، أمامها الكثير لتعمله، وليس مطلوب منها أن تتخندق وراء الدرجات الوظيفية وراء المحاصصات الوظيفية وراء المصالح البسيطة والصغيرة التي سيكون ثمنها سقوط الوطن واستمرار هذا السقوط إلى ما لا نهاية. أنا باعتقادي اليوم أمام هذه الأحزاب أن تعيد ترتيب صفوفها الوطنية، أن تعيد بناء جسور الشراكة الوطنية، بناء اللحمة الوطنية اليوم من خلال هذه المشاريع الوطنية التي نعول عليها كثيرا في النهوض بهذه اللحظة، وخاصة أن هذه اللحظة لحظة مفصلية وحاسمة وتاريخية في مسيرة الجمهورية اليمنية ومسيرة الجمهورية في اليمن ككل. أنا باعتقادي اليوم مطلوب أمام هذه الأحزاب كلها بمختلف مشاربها وتياراتها أن 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 تودع الخلافات الماضية والخلافات الأيديولوجية العقيمة التي عفى عليها الزمن، وأن تقف اليوم عند هذا المشروع الوطني، المشروع استعادة الدولة والنظام والجمهورية والقانون. هذا المشروع الذي باعتقادي لا يمكن الذهاب إليه إلا من خلال هذه الجماعات الحزبية أو هذه الأحزاب
التي هي بمثابة يعني فرص رهان في الوصول إلى المشروع الوطني. أنا باعتقادي الأحزاب هي الضامن الحقيقي لاستمرار المشروع الوطني الديمقراطي التعددي في الحالة اليمنية واستمرار اليمن الموحد أو اليمن الاتحادي الذي نسعى إليه. أنا باعتقادي فهذه الأحزاب اليوم المطلوب منها أن 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 تثقف جماهيرها وأن أن ترفع الأهداف الكبيرة الوطنية بدل هذه المصارعات والمناكفات في وسائل التواصل الاجتماعي، ويتحول القادة الحزبيون إلى أنفسبكين لإثارة الخلافات والصراعات بين بعضهم البعض. طيب في هذا السياق ألا ترى أن يعني إلى أي مدى بالأصح أثر وضع ما بعد الانقلاب في زيادة ربما تأثير الإقليمي على الأحزاب برأيك؟ أنا سأقف عند نقطة مهمة وردت في بيان الأشقاء والأخوة في التنظيم الوحدة والشعب الناصري، وهو حديث إطالة أمد الحرب. إطالة أمد الحرب ليست في صالح المشروع الوطني، وليست في صالح اليمن، ولا في صالح المنطقة أيضا. وبالتالي أنا باعتقادي أنه جزء من هذه المناكفات السياسية والحزبية، لا ننسى أيضا حتى لا 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 أخرج عن العادة التي اعتدت عليها، وهو الحديث على اختراق الميليشيات الانقلابية والمشروع الإمامي لهذه الأحزاب. هناك اختراقات لهذه الأحزاب، هناك أفراد يشتغلون في 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 الأمانات العامة لهذه الأحزاب، وصلوا إلى 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 مراتب قيادية كبيرة وهم يشتغلون في إطار المشروع الإمامي، ويخترقون هذه الأحزاب ويضربون بها أو يديرون دفة القيادة فيها في مراحل وطنية خطيرة باتجاه المشروع التطبيع مع المشروع الإمامي، أو لم يكن التطبيع مع المشروع الإمامي، بخلق صدامات مع الأحزاب الأخرى ليتسنى المشروع الإنقلابي أو الإمامي بأن يستمر أطول فترة ممكنة. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم المطلوب من هذه الأحزاب هو عمل حزبي جاد. أنا باعتقادي أن أنا أشيد بهذا الاجتماع الذي طبعا هو اجتماع التصحيح، الحديث عن التحالف، هو الاجتماع اجتماع الأمانة العامة للتنظيم وليس للجنة المركزية. أنا أشيد باستمرار مثل هذه الاجتماعات، وأن يأتي حزب في مثل هذا الظرف ويلملم أعضاء الاجتماع ويخرج مشروع أو يخرج بيانات وقرارات وكثير ومواقف يعني من المشهد الوطني العام. أنا باعتقادي مطلوب من كل الأحزاب اليوم أن تجتمع وتقرر سياساتها في هذه المرحلة وتعلن خارطة طريقها في هذه المرحلة. لا يمكن الحديث على أن الحرب مثلا يمكن أن تمثل عائق أمام مثل الحرب لا شك أنها عائق، لكن أنا باعتقادي أنه أمام مصلحة الوطن ليس هناك عوائق. الحرب هي أداة من أدوات السياسة بالأخير. المطلوب من هذه الأحزاب أن تجتمع، وأن نريد أن نرى حراكا ديمقراطيا في هذه الأحزاب. نريد أن تغادر هذه القيادات الشائخة الموجودة اليوم في كل الأحزاب، في الإصلاح والناصري والاشتراكي وغيره، أن تذهب ويكفيها الفترة الماضية التي أوصلتنا إليه بفعل سياساتها إلى هذه المرحلة. نريد دماء جديدة شابة قادرة على التعاطي مع هذه التحولات الكبيرة والخطيرة في المشهد الوطني العام. أشكرك أستاذ نبيل البكيري المحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحيات الزملاء منصور النقاش وأسامة عادل ومحمد المقبلي، كما هي تحياتي لكم وتحيات الطاقم الفني. إلى اللقاء.